اليوم قمنا بزيارة إلى السيد قائد عمليات نينوى، وتطرقنا إلى أمور كثيرة، منها دعم الشركة، هي شركة ألعاب الموصل، والرجل كان متفهم جدا. يعني ماكو عندنا يعني مشاكل قليلة، بس إن شاء الله اتفقنا على حلحلته، ونحن الأيام القادمة قادمين على أيام موسم، وطلبنا منه أنه يدعمنا بقوة مقاوير لحفظ الأمن بالمدينة أثناء زيارة العوائل إلى المدينة، واتفقنا أنه تكون الأيام الأسبوع كافة ما عدا الجمعة للعامة والباقي للعوائل. تشرفنا اليوم بزيارة السيد اللواء نجم الجبوري المحترم قائد عمليات نينوى. طبعا زيارتنا كانت بخصوص الدعم اللامحدود للسيد القائد، ومنذ اللحظات الأولى لدخولنا مدينة الموصل والبدء بأعمار مدينة ألعاب الموصل كان له الدور الفعال والرئيسي بدعمنا بكافة المجالات لأعمار المدينة. طبعا بهذه المناسبة نود أن نعلن لعوائلنا في الموصل الكريمة أنه اعتبارا من الأسبوع القادم يكون أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء للعوائل، واعتبارا من 1/4/2019 يكون أيام الأسبوع كافة للعوائل باستثناء يوم الجمعة ليكون عام.